حياك الله. هلا شلونك؟ كيف الحال؟ مبسوط؟ مستانس؟ كيف الامور؟ مبسوط؟ مستعد؟ ان شاء الله. يعني انت من زمان تشوفن؟ اي والله. طيب تقدر تمسك المايك؟ وراك خايف؟ قرب من اسمك شوي. إيه يعني كأنك كذا ماسك المكان تبي لا تبي تنشد، خلو عند وجهك. أيوه بالضبط كذا يعني حلو. اي كذا اي معني. ايوه تبي تغني انت شو بتسوي؟ طيب خلو معك. طيب اسمعني لبيك. انت الان ماسك مايك وقاعد قدام كاميرا، ايش ممكن تسوي؟ اكيد بتكلم. ايش بتسوي؟ يلا الان قدام الكاميرا والكل يشاهدك. ايش تكيد؟ انا ما اعني منك. انت الان قدام كاميرا، انا مستمع وبقد ناظر. طيب يعني ما ادري عنك. انا برا الموضوع. انا لا تسال ولا لا انا اسوي تست بعد شوي. انت الان قدام كاميرا وتبغى تسوي مشاركه، ايش بتسوي؟ وقرب المايك. قرب المايك. شلون؟ مرتبك. وراه مرتبك؟ ما ادري. عادي انا عادي. يا اخي ما شاء الله على هالكبر ومرتبك. ترى بجيب المايك. شخصيات يعني فخمة كذا. لا بعلمك غير شخصيات، انا بجيب كاميرا بعد شوي، انا ما ابغاك تتفشل. اكيد. فعشان كذا ابغاك تطلع بافضل صوره. ابشر. يلا عطني تست الان. انا اعطيت المايك. طيب لا على خفيف على خفيف، بس انت قرب المايك وعلى خفيف. طيب قرب المايك. بسم الله. كذا تقول بسم الله. يا اخوي روح واحد ثاني. طيب انا بديت معك. طيب ابشر. يلا واحد يلا. اثنين ثلاثة. كأني جبت الكاميرا بعد شوي وقلت لك يلا. وش بتسوي؟ وش بتسوي انت؟ ما انشد. ابدأ. ترى على فكرة عند باللجنة ما راح تمشي ابدا انت كذا. لا اكيد ابشر. بس انا كنت لخمتني على طول كذا. لا انا ولا اللجنة قلت يمكن يعني انقل عندهم. شوف انا الان يعني اسوي لك بروفا للجنة، بس انت شكلك كذا مع وتروح اللجنة ابدا يلحقون لك توكل على الله ولا في اي مصير. طيب ابشر. هذه فرصة قوية. طيب ابشر. يعني ايش بتسوي عند اللجنة؟ انا اقول لو اني عند اللجنة الحين يعني اللجنة بيصدمك بسؤال ما تتوقع، شو تسوي؟ عادي بمشي معه. بس انا جيت انت تقول شو مرتبك ولا خمس؟ بس انك جيت على طول. شوف دائم لازم تعود نطق نقطة. طيب. حتى لو كان حوار عادي لازم المايك يكون قريب. أيه. لانه انت راح تروح برنامج مرة بقوي. ابشر. تبيني الحين شو اسوي؟ والله ما ادري. انشد. ارفع صوتي عادي. ممكن يطردونك. طيب انت قول انشد. لا انا قلت لك عطني. طيب. وش عندك غير الانشاد؟ طيب ما تعرف تسولف؟ انا اسولف اكيد. اعرف. طيب تشوف الكاميرا هذيك؟ طيب سلم عليهم. السلام عليكم. الحين تعرف ايش تسوي؟ ايه عادي عادي والله ما بعادي الا والله الرجال بغى يموت. اقول لك لخم كريم احمد اعطوني المايك. والله استر عليك جوا تجي.